خبراء دائرة الأعمال على راديو الشرق مع بلومبرغ. الأسواق الأمريكية تشهد تراجعات بعد عطلة طويلة كانت مغلقة الأسواق في جلسة أمس. الأسواق تترقب شهادة جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهادة النصف سنوية عن السياسة النقدية، تعطينا فكرة أوضح عن الاتجاهات والإشارات حول مدى التجديد أو رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. ستكون هذه الشهادة تبدأ يوم الأربعاء والخميس، ورغم رغم بيانات كانت إيجابية اليوم من تصاريح بناء المنازل التي ارتفعت بأكثر من 25%، لكن يظهر أن الأسواق الأمريكية عم تتراجع مع احتمالية أنه في هناك لهجة أكثر تشددية من بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، وهذا عم بيضغط على الأسواق الأمريكية. والأسواق الأوروبية أيضا أغلقت على تراجع، والذهب يسجل تراجعات في هذه الأثناء بأكثر من 1%، يكسر مستويات مهمة، مستويات 1950 دولار. أسعار النفط أيضا عم تسجل تراجعات في جلسة اليوم بأكثر من 1%، شهدنا جلسة متذبذبة لأسعار النفط. وأيضا اليورو مقابل الدولار عم بيشهد تراجعات 1.09، الباوند مقابل الدولار، ونحن نترقب أيضا اجتماع بنك إنجلترا المركزي، المتوقع أن يكون هناك رفع لأسعار فائدة ب 25 نقطة أساس. وأيضا دولار مقابل الين الياباني عم بيتراجع بنصف النقطة المئوية، دولار إندكس ارتفاع بثلاثة عشر نقطة مئوية عند 102 نقطة. وللحديث حول ما يدور في الأسواق المالية العالمية ينضم معي من عمان أحمد عزام، محلل أول الأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير لينا، لك والمستمعين، شكرا لك. مساء النور. بداية نتحدث عن الأسواق، عم تترقب شهادة جيروم باول التي رح يبدأ يوم الأربعاء وتنتهي شهادته يوم الخميس، وبالتالي هذه الكلمة أو الشهادة التي سيدلي بها جيروم باول تعتبر مهمة، تعطينا فكرة أوضح أو إشارات حول توجهات أسعار الفائدة المستقبلية. الأسواق بعد عطلة رسمية شهدناها أمس عم نشوف عليها تراجعات في جلسة اليوم بالرغم من بيانات اقتصادية إيجابية، تعليقك وما المتوقع من شهادة جيروم باول؟ نعم لينا، أعتقد أنه جيروم باول قد أفصح ما في جعبته في الاجتماع الأخير، لكن قد لا يخفي إمكانية متابعة تجديد السياسة النقدية فيما لو دعت الحاجة، أي أنه لن يعلن مصر عن التضخم. طبعاً لاحظنا التضخم قد انخفض إلى 4%، لكن أشار في البيان الأخير أو في مؤتمر الصحفي الأخير بأن الكور سي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال مرتفع، لا يزال عنده متوسطات مرتفعة، حتى أن المؤشر المفضل اللي بيتابعه الفدرال الأمريكي لمتابعة حالة التضخم لا يزال مرتفع 5% في الفترة الماضية، هو الأعلى من 4 قراءات أخيرة. فعلى ما أعتقد هي قد تعطي بعض الصورة بأن جيروم باول قد لا يعلن نصر على التضخم، هذا مما قد يفهمه المستثمرين بأن التوقف الأخير أو ما أسماه جيروم باول السكيب أو التخطي خط الاجتماع الماضي بأن قد يكون نوعا ما هي فيه نظرة صخورية بأنه لا يزال يعتمد على البيانات، قراءات البيانات، فيما لو جاءت أرقام التضخم مرتفعة قد يستنسخ تحركات المركز الأسترالي، المركز الكندي بالعودة لرفع عمليات أسعار الفائدة. فأنا أعتقد قد يكون جيروم باول منحصر في شهادته لأن إمكانية رفع أسعار الفائدة قد تكون واردة فيما لو دعت الحاجة، يعني الأمر مش محسوم، يعني الأمر مش محسوم رح يكون لرفع أسعار الفائدة الثانية. رفع أسعار الفائدة الأولى يظهر أنه محسوم أنه يتم في الشهر المقبل، لكن بالنسبة لأسعار الفائدة الثانية يعني يعتمد برأيك على البيانات الاقتصادية رح تظهر خلال الفترة القادمة. نعم، لأن حتى رفعة الفائدة القادمة على ما أعتقد بالاجتماع القادم الفيدرالي الأمريكي سيحتاج متابعة أرقام التضخم، حاليا أسعار الفائدة 5 إلى 5.4%،
نعم التيرمينال ريت اللي ظهر بالمخطط النقط الأخير أشار إلى أن 5.6% هي قد تكون الفائدة النهائية، لكن على ما أعتقد الاتحاد الأمريكي لم يستخدم هذه الكرت وهي البطاقة إلا لو شاف أرقام التضخم سجلت ارتفاعات، وهذا تاريخيا وارد. لو نظرنا تاريخيا في مؤشر أسعار المستهلكين كان يسجل ارتفاعات بعد الانخفاضات الأولى، وحتى لينا لو نأخذ قراءة التضخم القادمة، قراءة التضخم القادمة راح تكون شهر 6/2023 مقارنة بشهر 6/2022. 2022 كانت ذروة أرقام التضخم 9.1%، رياضيا فلازم يكون في عندنا تضخم ناعم تضخم بارد، وممكن تكون عندي قراءة أقل من 4%. فلذلك أنا ما أعتقد الفدرال الأمريكي ممكن أنه ما يرفع الفائدة في المرة القادمة، لكن في الاجتماعات التي يليها ممكن متابعة أرقام التضخم، فلو ارتفعت رح يرفع الفائدة بعد. طيب بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي، من المتوقع وخاصة التوقعات الشير أغلبها إلى رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، و 25% عم بيتوقع يكون الرفع 50 نقطة أساس. المشكلة بنك إنجلترا حاليا لينا أنه هو البنك الأول بين الاقتصادات الكبرى اللي بدأ بعمليات رفع أسعار الفائدة، لكن حتى الآن أرقام التضخم لا تزال مرتفعة عنده 8.7%. بكرة القراءة ممكن تكون 8.7% إلى 8.5%، أو ممكن تكون أقل 8.4%، لكن أرقام التضخم مرتفعة جدا جدا. فيما لو شفنا مكونات التضخم، الغاز عم يسجل انخفاضات، النفط عم يسجل انخفاضات، ممكن هاي المكونات تعطينا إمكانية أن نعرف فواتير الطاقة المنزلية في الفترة القادمة تكون منخفضة، وبالتالي التضخم ممكن ينخفض. لكن حاليا اجتماع يوم الخميس على ما أعتقد 25 نقطة أساس قد تكون واردة، وحتى لو نظرنا سلوكيا لبر أعضاء بنك إنجلترا 7 بصوتوا على رفع أسعار الفائدة، 2 بصوتوا على تثبيت أسعار الفائدة، فالكفة أرجح من النظرة السطورية للنظرة السطورية بالنسبة لبنك إنجلترا. لكن المهم لنا هو معرفة التوجهات في الفترة القادمة. إنجلترا حاليا عند 4.5% لأسعار الفائدة، لو تم رفع الفائدة 4.75% فشارفنا للوصول إلى 5%. عوائد السندات مقابل عامين في إنجلترا وصلت عند 5%، هي الأعلى منذ عام 2008. تذكر لينا الفترة الماضية لما ارتفعت عوائد السندات في إنجلترا كان مشكلة كبيرة بأسواق السندات الإنجليزية. فعلى ما أعتقد يحتاج إنجلترا إلى التوازن بين النمو اللي صار يضغط حاليا وصولا إلى منطقة الصفر تقريبا مع أسعار الفوائد 25 نقطة أساس على ما أعتقد واردة. نعم بالفعل، حتى نترقب يعني بنك المركزي السويسري أيضا سيكون يوم الخميس، وتوقعات أيضا تشير إلى رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، وما زالت لهجة البنك المركزي الأوروبي مستمرة في التشديد أحمد بالرغم من دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود تقني. ضيفي من عمان أحمد عزام، محلل الأسواق ومحلل أول في الأسواق المالية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواجدك معنا في دائرة الأعمال. شكرا لينا. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية دائرة الأعمال، إلى اللقاء.